انا لو عايزه اتعلم الرياضه دي اوكي اي حد ممكن يتعلمها في اي سن ولا هي لازم سن معين؟ لا خالص، احنا معانا ناس فوق 50 على فكره بدات معانا السنه اللي فاتت. طيب لازم يبقى رياضي ولا عادي مش مشكله؟ يعني ما احنا قبل بقى ما نطلع جبال بنستعد. بتعرفوا الارتفاع قد ايه، الاكسجين قد ايه، الكلام ده كله طبعا بيتم يعني حسابات كل اي جبل بره مصر. يعني هنا في مصر الدنيا سهله شويه على الحاجات دي، بره شويه بس بره بقى بيبقى في مذاكره، يعني بذاكر الجبل كله يعني بعرف كل حاجه. طيب مثلا نبدا بروسيا، لما انت روحت هناك روسيا مبدئيا اللي انا كنت مسافره معاه ما كانش عايز نيجي علشان الجبل كان صعب شويه، فقعدت 3 ايام 5000. يعني ايه جبل صعب بغض النظر عن الارتفاع؟ هو الارتفاع والجو وان انا ما كنتش سافرت قبل كده بره مصر، فما شفتش الجبال بره مختلفه اكيد عن الطبيعه اللي هنا. فهو كان خايف ان انا اتعب. اوكي. بعد 3 ايام اشوف بقى فيديوهات واقرا الشركه اللي بعت لنا هنعمل ايه وفين وامتى، فذاكرت كل حاجه وشفت الفيديوز كل حاجه، وبعد 3 ايام انا جايه. فهي دي المذاكره يعني.